نساء مخضبة أيديهن بالدم، قتلن صدفة أو عن سبق إصرار. بعدما قتلت الغير وسوء المعاملة، ما تبقى من قدرتهن على التحمل. في هذه السلسلة الرمضانية اخترنا عينة من نساء قاتلات نحكي قصصهن بطريقة مختلفة وبأسلوب قصصي في قصص مستوحاة من الواقع، فكونوا كثيرين في التفاعل مع هذه السلسلة الرمضانية. وخامس حلقة خصصناها لكم ولكنا هي بعنوان قتلتها بسبب زبون اللذة. بينهن حرب باردة تخفيها بسمة يصطنعنها كلما تجمعن وتناوبن على تدخين سيجارة، وهن ينهشن أعراض زميلاتهن كما تنهش الذئاب لحم الجيفة. يتجمعن في تلك الحديقة المشهورة بمهنتهن الأقدم في العالم. عادة ما يجلسن القرفصاء في انتظار زبائن أجسادهن المتآكلة، يؤدون قليل المال ثمن علاقة جنسية بدون أحاسيس ومشاعر. تتفرقن مجموعات وطوائف، بينها حرب غير معلنة إلا لما يحتد التنافس على زبون مار صدفة أو قاصدهن. حينها تقذف ألسنتهن قذائف كلمات غارقة في النتانة تصيب السمعة والشرف، وأي شرف لنساء فروجهن مفرغ وسوائل منوية ومختبر لفحولة رجال لا يكلفهم التدافع الجسدي لا الحميمي، لا يكلفهم إلا بضع دراهم. تقتتن منها وتطعمن أبناء وذرية مجهول آباؤهم. عابر هذه الحديقة الحاملة عفوا اسم قاعة سينما مجاورة، عابرها يعرفونهن بأسمائهن وخرائط وجوههن الفاقدة، بريق الشباب وملامح الجمال وحتى تقاسيم الجسد وتموجاته. يعرفون حتى من تصطف منهن مع هذه الطائفة أو تلك، ولا يجهلون طبيعة الحروب الباردة بينهن سرعان ما تسخن بارتفاع حرارة أعصابهن. أما جيران الحديقة فعالمون بما لا يعلمه العابر، يحصون بدقة حصيلة مواجهات دامية تتكلمن فيها لغة الدم والحديد لما تتضارب مصالحهن. لكل واحدة منهن قصة ضياع قليلات تحكيها في مضاجع تحسن، أو بالأحرى تحسن فيها بدفء فريد. جلهن من أسر فقيرة أدناها الفقر والجهل والأمية، لفظتهن مبكرا أو بعد مشاخ الجسد. نساء تفرقت بهن السبل والروافد، ووحدتهن مهنة يعيشن منها ولو عيش الدبابة في بطانة الجيف. تأكلن من مرق فروجهن وتشربن عرق أجسادهن دون أن يتلددن لذة في تدافع جسدي عابر يمتص ما تبقى من رحيق جسد دابل. يقضين النهار في الحديقة، وفي الليل يصطفن غير بعيد في انتظار زبائن تلفظهم حالة مجاورة سمعتها نار على علم البشاعة. ولا يتوانين في تجنيد شباب لحمايتهن في أي معركة محتملة بينهن. أجرتهم حميمية أجسادهن. لكل واحد حارس ليلي وأكثر، مستعدين لإراقة الدماء إن طافت طائفة على زبون سخي يعتبرونه ضحية، أو بلغتهن فيكتيم. في تلك الليلة كنا ثلاث، يحرسهن عدد مماثل من ذوي السوابق. انتظرنا إلى ساعة متأخرة من الليل دون أن يساومهن أحد. كل المخمورين لمغادري الحانة، تتلقفهم سياراتهم وتنتظرهم زوجاتهم، أو لا رغبة لهم في أجساد مستهلكة. إلا واحد
قصد إحداهن متمايلا، بالكاد كان يحرك رجليه وشفتاه تلفظ بصعوبة كلمات متقطعة تحتاج خبيرا لفك شفرتها. المحظوظة منهن مكنات بالرستة، سموها كذلك اعتبارا لشكل تسريحة شعرها المفتول على الطريقة الإفريقية. المفاوضات بينهما طالت أكثر من المتوقع، هي تتغنج وتناور كي تظفر منه بأكبر مبلغ، مطنبة في الحديث عما تبقى في جسدها من محاسن، وهو شاطر في المساومة، يرفض أن يكون بالسخاء الذي تتوقعه، رغبة جنسية ويريد تلبيتها وبأقل ثمن ممكن، كل ما كان معه أنفقه في الحانة، وما تبقى يريد منه إمتاعا ومتعة. لم تصل المفاوضات إلى حل مقنع لهما قبل دخول طرف ثالث لم يكن سوى فتاة أصغر وأجمل قبلت بالسعر الأدنى للاستمتاع بجسدها من شخص ثمل، تعي أن قضاء الليلة معه لن يكون مرهقا. اتفق وتوافق وتأججت نار الغيرة والغضب في نفس منافستها، لم تستصر أن تأخذ منها زبونها فعاتبتها بشدة. تبدل السب وتعايل بعبارات منتقاة من تحت الحزام قبل أن يتشابك بالأيدي وتمسك الواحدة بالشعر الأخرى، معلنتين انطلاق حرب دروس أمام أعين الزبون الذي اكتفى بالتفرج على مشهد مؤلم. للرستة حمات تدخل لتخليصها من قبضة منافستها الأقوى التي تحول جسدها إلى مفرغ لغضبهم، بعضهم يركل ويلكم وآخرون ينهالون عليها بالضرب بكل ما توفر لهم من عصي وبقايا قنينات الخمر. ضرباتهم توالت، جروحها زادت ولم يتوقفوا عن إيذائها حتى وهي تحتضر، وقد تشكلت بركة من دمائها على الرصيف جامع تيهيهن بوجبروت حامهن. صراخها وطلبها النجدة زلزل هدوء ليل الفضاء، حتى أن جيرانا فتحوا النوافل لتقف في أثر الصراخ الذي سرعان ما خف تدريجيا. لا أحد تدخل لإنقاذها وتخليصها من قبضتهم، حتى ممن لفظتهم هذه الحالة ومستخدموها. جبروت الرستة وعشيقها لا يقاوم، تركوها تواجه مصيرها بنفسها، وبعد مدة ذاقت فيها الفتاة كل أنواع التعذيب والتنكيل، خفت حركتها ولم تعد تقوى على الصراخ وحتى الأنين. إنها تحتضر والموت يطرق جسدها بقوة، لم يرحموها وهي تحتضر، ولم ينقذها منهم إلا وصول سيارة أمن من أقرب دائرة أمنية مداومة. تركوها وفروا بين الدروب وسط الحديقة الشاهدة على تفاصيل يومياتهم البئيسة والرتيبة. سقطت الفتاة ضحية تنافس شرس على زبون ثمل، وماتت في الطريق للمستشفى وانطلق البحث عن قاتليها. هم خمسة رصدتهم كاميرات المراقبة المثبتة بباب الحانة، كلهم شاركوا في إيذائها في جلسة تعذيب علني، رسموا على جسدها لوحة تيهيهم وضياعهم بعد مساحة دمها مخضبا رصيفا احتضنهم ولفظهم بعيدا إلى زنزانة السجن، حاضنتهم لقضاء عقوبات متفاوتة. عقدين من الزمن تقضيهما الرستة وصديقها في السجن، أما ثلاثة من رفاق دربهما الغارق في الفوضى فأنهوا المدة المحكومين بها واستعادوا حريتهم ليعودوا لنفس حياة الضياع في حديقة تلوثت بظاهرة لم تنفع الحملات في استئصالها. تلك قصة وفاة عاهرة على يد زميلتها وحاميها من ذوي السوابق، وأتمنى أن تكون القصة وفيها حكيتها عفوا بالطريقة التي تريدونها. وشكرا، وإلى مناسبة لاحقة دمتم أوفياء لقناة